شفتوا يهوذا بده ايانا نتذكر وما ننسى ابدا، لأننا مننسى بسهولة، بسهولة بنوقع باللامبالاه. فيكن تسمعوا يهوذا حرفيا عم بيصرخ لنا وبيقول رشاء ما تخسروا بركتكن الموعودة، ما تخسروا موقعكن السامي، وأيضا ما تخسروا استقامتكن واستقامة طريقكن مع الرب. إذا في شخص موجود هون اليوم وما بحياته فهم شو يعني إنه يجي للرب يسوع ويعترف بخطيته ويطلب غفرانه، أنا بترجاك ما تترك هالمكان قبل ما تعمل هالأمر.